وشو حل المشكلة؟ أبونا كلمني قال إنه حد موظف. أيوة. إيه فسوينا رسالة بس ما حطينا بس مستوصف، حطينا رقم واتساب خاص والناس قاعدة تقدم ما شاء الله. والله تقدموا ثلاثة بس. ثلاثة؟ بس لحظة. صدق يا دكتور. أيوة. خوينا سالم. سالم مقدم على الوظيفة صدق. مقدم على وظيفة ثانية؟ لا مقدم على نفس الوظيفة اللي معلنين عنها؟ اي نعم. خاف انهم مساكين مضيع الرقم ولا شيء. لا ما هم مضيع الرقم، عارف انا هذا رقم جديد انا حاطه حق الوظائف. قريب. بس دقيقة دكتور عمر، انا اعلمها الحين اسوي فيه مقلب اخليه ما ينسى طول عمره. وش انا اعلمها الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ سالم. اي نبشرك بقبولك في الوظيفة. ايوه. بشكل مباشر ودون مقابلة. ايه. ونبشركم بأن راتبكم كم حط له؟ هو 4000. حط له 7. حط له 7 خله ينجل. لا بحط له 10. راتبكم الأساسي 7. اي. والمع البدلات 10000 ريال فقط لا غير. يقضي عليه غير البنزين مميزات والسفريات مكة اي ولندن وجبات كل بين البريكات وجبات. بحس انك كذبه. لا ما عليك وجبات جائد وجبة واحدة اي غداء وشكرا. احس جوالك احد يرسل، شوف تأكد. ما ادري احس تلخ. ايوه مندوب حق توصيل الطلبات. مندوب توصيل؟ اي وش ارسل مندوب توصيل؟ اي لوكيشن، ارسل له لوكيشن بيتنا. لوكيشن بيتكم؟ اي هو ارسل لوكيشن بيتكم ولا من؟ اصبر يا اخي، في مصيبه، في شيء غلط في ذا. وش هو شيء غلط فيه؟ اقول ارسل موقعك اضغط على الموقع نفسه يجيب نفس المكان. مكان ايش؟ مستوصفنا. موقع هو يرسل لك المندوب. الظاهر جوجل ما في به مشكله. لا معلق، قل له يرسل لك مره ثانيه الموقع. قل له مره ثانيه. هل ارسلته 3 مرات؟ لا قل له يرسل لك مره ثانيه. ارسل له فويس قل له السلام عليكم بفويس. ارسله يعني فويس. انت قاعد ترسل لي موقع غلط. قل له اسكت ها. نعم. السلام عليكم، مساء الخير اخوي، لو سمحت ارسل الموقع بالدقه، هلا اذا وصل 5 ارسله زين، لان انت ترسل الموقع يجي لي موقع ثاني. قل له اسمع، انا اعرف الموقع الثاني، اعرفه عز المعرفه. ارسلت له فويس؟ ارسلت له. اسمع انا عندي قصه نفس قصتك، عندي مندوب غبي الله يقلع حمد المناديب، بس انه عنده عيب. وشو؟ ما غير يرسل مقاطع صوتيه. خلنا اسمع وش يقول. وش يقول؟ السلام عليكم، مساء الخير اخوي، لو سمحت ارسل الموقع بالدقه، هلا اذا وصل 5 ارسله زين، لان انت ترسل الموقع يجي لي موقع ثاني، انا اعرف الموقع الثاني، اعرفه عز المعرفه. تعرف عز المعرفه ها؟ هذا رقمك؟ هي هذا رقمي، هذا رقم المستوصف الثاني. تبي توظف تسحب علينا؟ انا نفسي ما اخذت 10000، تبي تاخذ 10000 انت ها؟ وش عرفني يا اخي؟ واحد جاني رزق يا اخي، اقول له يعني وظيفه يا اخي، اهم شيء الراحه النفسيه. الراحه النفسيه اجل، اهم شيء الراحه النفسيه. تبي تدور 10000 يا راعي الماده، اقول خليك في شغلك ولا تكثر. انا نفسي ما جتني 10000. ان شاء الله طال عمرك.